السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ود المغرب. واحد نهار من النهارات ومع جو هذيك العشرة ديال الصباح غادي يجي واحد المرأة. هاد المرأة هذه غادي تجري للكوميسارية غتعلمهم على الوفاة ديال بنتها. تقتلات في الدار ديالها. مشاو كيجريو مع البوليس، مشاو كيجريو كيدخلوا لهذيك الشقة او لهذيك الدار اللي قالت لهم هاد المرأة هذه، حتى كيلقاو السيدة مقتولة طايحة تما يحل الباب ومضروبة واحد الضربة على راسها، واحد الضربة قوية بزاف وطايحة تما ميتة. المهم هنايا البوليس علمو النيابة العامة، جات فرقة مسرح الجريمة، جات الشرطة القضائية وبداو في الأبحاث ديالهم. أولا خاصنا نعرفو شكون هاد البنت وشكون هاد المرأة اللي جات بالغاية على الجريمة هادي. كما قلنا هي الأم ديالها، هذه الام هذه ديالها كتقول في التصريحات ديالها قدام البوليس في المحضر الرسمي، كتقول بانها والده هذه البنت هذه. وهذه البنت هذه ملي كبرات وخدمات في واحد الشركه صافي دارت السكن المستقل ديالها، دارته يعني دارها، ولات اغلب الاوقات كدوز من غير هنايا، باقا مجوجه موال، وانما باقا غير مخطوبه. عقد القران ديالها كان غيتم من هنا لواحد شهر بحال هكاك على واحد السيد. ما عليناش، انا كنجي عندها مره هذه امها كتهضر، كنجي عندها مره. وهاد النهار هذا فاش جيت عندها راه ما كانتش خدامه، عارفه مريحه غير في الدار، قلت غادي نمشي نطلع عليها ونجي معاها شوي ونقضي مع عندها شي مصالح، يعني بغات تاخذ معها شويه فلوس هادشي اللي كاين. جيت كنلقى الباب مردود، قلت هادي مالها نسات الباب ولا شنو، كنعيط وفلانه، ولكن مع دخلت كنلقى بنتي مقتوله. انا عرفت ما ميتاش سيدي، هذا شي واحد دخل عليا تهجم عليا خونا وقتلها، خاصكم تجيبوا لي حق بنتي مزيان. قول لها شوف لالا الحق ديال بنتك غادي يبان وغادي نعرفوا شكون قتل هاد السيده هادي. ما عليناش انا صافي، ملي خداو الاقوال ديالها وهزوا البنت داوها للمستودع البلدي للاموات، ابداو التحقيقات ديالهم. اول حاجه مسرح الجريمه بقات في الدار، في مسرح الجريمه اللي هو الدار، كتبحت على شي حاجه دليل اثر بصمه كذا، كيلقاو للاسف الشديد الدار باقا هي يعني ما كاينه امارات تقلاب، امارات شي فريع ديال شي باب او شي حاجه، والو، وانما البنت مقتوله تمايا. هذا اللي كاين، خداو البصمات غير من تمايا، يعني عرفوا بان داك القاتل او القتله ما غادروش هاد البلاصه هادي، يعني تم شي نزاع ولا شي حاجه مع صفا ولا هنا ورجعوا لهادو الفرار. لهذا خداو البصمات ركزوا عليهم غير من تمايا. حاجه اخرى، الطبيب الشرعي شنو قال لهم؟ قال لهم السيده هذه راها تعرضات لواحد الضرب قبل ما تموت، يعني باينه كانت مضاربه مع شي واحد، يعني دارت واحد المقاومه عنيفه مع داك الشخص، والضربات على راسها من اللور يعني الخلف ديال الراس ديالها. لا ربما هذا غير سيرة ديال الطبيب الشرعي، يا اما شي واحد ضاربها بشي حجره او شي حاجه على راسها، اولا شي واحد خبط ليها راسها مع الحيط واحد الضربه اللي هي قويه بزاف، والحيط ملي جاو عاينو يعني البوليس عاينو مزيان البلاصه فين ضرب الراس ديالها على حساب الهضره ديال الطبيب الشرعي، عرفوه بان هضراتو صحيحه، يعني السيده هذه ما ضرباتش بشي اله راده او شي حاجه، لا كانت مدابزه وتخبط ليها راسها مع الحيط، لقاو الاثر تاع الدم باقي في الحيط، وهذيك البلاصه الحيط ما كانش عاديه غير حيط بحال هكا، كانت واحد الساريه، هذيك الساريه كانت شويه ماضيه القنت ديالها هي اللي تسبات ليها في واحد الضربه كانت عنيفه بزاف، ملي ضربت او هذاك الشخص خبط ليها على راسها مع هذاك الحيط، هذيك الزاويه القائمه ديال ديك الساريه بحال تسبات ليها بحال شي حاجه دخلت ليها في راسها. ما عليناش، هذا هو سبب الوفاه ديالها. صافي هنايا بداو البوليس كيبحثوا في المحيط تاع الضحيه، كيبحثوا كيسولوا واش شاف فيكم شي واحد هاد البنت دخل هذا شي واحد داير علاقه مع شي واحد كذا كذا كذا. هدي واحد جارها كيسكن غير حداها، راجل كبير في العمر كيخرج برا، راكم عارفين الرجال الكبار في العمر يعني بنادم كبير في العمر تقدم به السن، كيدير واحد الكرسي وكيريح قدام الباب، الباب ديالو كان اونفاس مع الباب ديالها. قال لي ما سيدي انا هذاك الصباحيه راني شفت واحد السيده دخلت عندها، السيده تقريبا قدها في العمر، ما كبيرهش لا بزاف، راه قدها في العمر تقريبا، دقات عليها حلات وقفوا شويه واحد دقيقه قدام الباب، شويه دخلات شويه دخلوا بجوج من وراها
كيبان لي ان السيده خرجت ومشات كتجري. انا تفاجات، قلت لها السيده دي مالها خرجت ومشات كتجري؟ اللي حتى بان لي البوليس جاو ولقاو السيده مقتوله. هادشي اللي كاين ويلي، زعما تكون هذيك السيده هي اللي قتلتها؟ والسيده شكون هي؟ حنا خاصنا نعرفوا شكون هي. عيطوا للخطيب ديالها، الخطيب ديالها كان مصدوم من الخبر هذا، ما فهم والو كيفاش الخطيبه ديالو دخلوا عليها وصفيو عليها. سولوه واش انت كتعرف شي اعداء ديالها، كتعرف صحاباتها، كتعرف شي واحد كان داير مع علاقه قبل منك ولا شي حاجه؟ قال لي لا، انا اصلا خطيبتي تعرفت عليها عن طريق واحد السيده، كنت اصلا انا غنزوج بها. هو يعاود لي بلان، قال لي ما سيدي انا كنت غنزوج واحد السيده وهي هاد خطيبتي هذه، صافي ملي تفارقت معاها تعرفت عليها وكنا غنزوجو، خطبتها من دارهم عادي. هادشي اللي كاين، هاد السيد هذا كان موظف واحد الوظيفه اللي زوينه بزاف وكيتقاضى واحد الصالير هو محترم، انسان معقول وهداك بين في انه انسان نقي. قالوا لي البوليس، قول لنا هاد الخطيبه الاولى ديالك واش كانت صاحبتها؟ قال لهم اه كانت صديقه ديالها، وانا ملي تفرقت مع هذيك الاولى تعرفت على هادي. هادشي اللي كاين، لقيت فيها الانسان اللي كنبغي وكذا كذا، شحال الحوايج بغيتهم لقيتهم فيها، خطبتها. هادشي اللي كاين، وموعد الزفاف راه كان من شهر، الله ياخذ الحق في هذا يقتلها. تعدى لي، الله يتعدى لي مزيان. غتوريناها صاحبتها. قال لهم صاحبتها الاسم ديالها سميره، وهي اللي كنت خاطب المره الاولى. فين كتسكن؟ كتكون في بلاصه فلانيه. وراهم الدار ديالها. هنايا كان واحد الحقيقه موازي مع الام ديالها، سولوها على صحاباتها، قالت لهم هي سيدي مصاحبه مع بنت وحده كانت الانتيم ديالها، قراو مع بعضياتهم، كبروا مع بعضياتهم، التحقوا بنفس الجامعه تقريبا، خدموا في نفس البوست في واحد الشركه بحال بحال. هاد السيده شكون هي؟ قالت لهم سميتها سميره، نفس الهضره اللي قال الخطيب. مشاو جابوا هاد سميره هذه، قالوا لها اش انت بعدا سميره؟ قولي لنا شنو علاقتك بالمرحومه صوفيا؟ هاد الضحيه كانت سميتها صوفيا. قالت لهم صوفيا صاحبتي الله يرحمها، قرينا مع بعضياتنا، كبرنا ودخلنا الجامعه، خدمنا في نفس الشركه كاع، ما كنتفارقوش، ما يفرقنا غير شي حاجه اللي هي صحيحه. ما عليناش، السيده كانت صاحبتي، الله ياخذ الحق في هذا القتله. وانت ما تكونيش حاقده عليها. علاش السيده نحقده عليها؟ دالك خطيبك، دالك الراجل اللي انت كنتي باغي تزوجي بيه وتزوجات بيه هي، اولا يلا كانت غتزوج بيه، حقدت عليها مشيتي صفيتي عليها. قالت لي لا ابدا، انا ما نديرش التصرفات هادو، لا ما يمكنش ليا نقتل واحد على واحد، لا يمكن، الرجال عطاهم الله غير هما، ما يمكنش، مشى واحد يجي واحد وزيدون، هذاك ما فيهش الخير ليا، وكان فيه الخير ليا كبقى ليا انا، ما مشيش عند صاحبتي، وعلاقتي معاها مزيانه مزيان. صافي خلاوها جانبا وحطوها تحت المراقبه، اللي حتى خرجوا البصمات ديال ما كيطلعوا ديال سميرة. صافي مشاو دابا لقاو على القبض، جابوها. قولي شوفي انتي اخر وحده كنتي عندها البصمات ديالك، لقيناهم تما. قالت لهم هذا ماشي دليل، انا كنمشي عند صاحبتي وكنمشي ونجي عندها، ما يمكنش. مزيان اوكي، قولي لنا لحظه وقوع الجريمه فين كنتي؟ قالت لهم فين نكون؟ كنت في محل في داري، عمري حتى تي حدا الشيء، كانت خدامه في نفس الشركه وعندها روبو تاعي. قالت لهم الدار مزيان. مشاو جابوا هذا الراجل الكبير اللي كان انفاس معها مع الدار، تعرف على سميره مباشره، قال لهم هذه السيده اللي شفتها دخلت على فداك التوقيت وخرجات مورا واحد نص ساعه بحال ما هكاك، خرجت كتجري. انا تفاجئت علاش كتخرج تجري بهذه الطريقه هذه. هي صافي دابا بان اللي بان، غير اعترفي احسن لك. صافي بقات كدور في عينيها سميره، اهويت اعترف اشنو قالت لهم في الاعترافات ديالها. قالت لهم سيدي انا كما قلت لكم هذيك البنت راه صاحبتي، قرينا مع بعضياتنا، دخلنا نفس الجامعة، دخلنا نفس الشركة، تخلصوا نفس الخلصة، يعني بحال بحال، حوايجي هي حوايجها، داري هي دارها، أي حاجة كانت قاصرة معاها، الكبيرة والصغيرة، كثر من أختي، كنخبي شي حاجة على ماما وهي ما كنخبيش عليها، درت فيها واحد الثقة كبيرة بزاف، اللي احتاجها واحد النهار، هاد النهار هذا غادي نتعرف فيه أنا على هاد الشاب هذا، اللي كان الاسم ديالو فيصل، هاد فيصل إنسان شاب، ما فيه ما يتعب خدام. جا عندي وطلب يدي الزواج مباشرة. انا عجبني الحال وعجبني هذاك الشخص وبغيت نتزوج به، كانوا عندي شي اهداف اخرى بغيت نحقق ذاتي وكذا كذا، ولكن
وقفت كل شيء على ودو حيت بغيت نتزوج بيه، هذاك الشخص انا بغيت نتزوج بيه. مزيان صافي، خطبني او لا يعرفي، لا عفوا قبل ما يخطبها يلا تعرف عليها، وبغات تاخذ الراي ديال صاحبتها لانها كتثقها بزاف. قالت لي شوفي، انا تعرفت على واحد الولد وراه صراحة باغيني الحلال وباغي يتزوج بيا، اكرهتك تشوفيه وتعطيني الراي ديالك. قلت لها مرحبا. الله يودي، تلاقاو في واحد القهيوه، تلاقاو في هذيك القهيوه على اساس انهم غادي يريحوا يجمعوا، وتعرفها على خطيبها، او نسميه خطيبه دابا باقي مخطوبه ما والو. هنايا ملي عرفت عليه ريحوا جمعوا، هو نيت جمع معاهم وريحوا داوين. ملي سال هذاك اللقاء مشى في حالته هذاك فيصل، اشنو قالت لها؟ قالت لها ما عجبنيش. قلت لها كيفاش ما عجبكش؟ قلت لها لا، باينين عينيك كيلعبوا، هذا باين زير نساء وغادي تعدى عليك وكذا، او اخي بالك بحال ماكا. قالت لها لا لا لا، واخا كيبان عاطي العين وكذا وكذا وخدام، لا لا ما يغركش الشكل، لا هاد النوع هذا كنعرفو مزيان، هاد النوع هذا خطر، هاد النوع راه كتلقاه كيعرف هاد البنت وهاد البنت وهاد البنت، ويدير العجب ولي تزوجت بيا يقدر يضربك، وبقات كتألف لها في القصص تمايا. الاخرى بحال تنوات وتنكرات. صافي الاخر باقي في علاقته مزيانه مع هذيك سميره، كيمشي ويجي معاها، يحتاج الموعد ومشى خطبها. مشى خطبها فعلا نيت. هنايا ملي مشى خطبها اشنو وقع؟ ملي مشى خطبها غير بشي ايامات قليله فسخ الخطوبه ديالو معاها. علاش؟ قال لها حقه ما حقه، انا تصاورك شفتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، تصاورك بلا زيف بلا هادي، شي تصاور مشيت ليه كذا، يعني تصاور ما خاصهمش يطلعوا للعموم، تصاور اصلا ما خاصهمش يكونوا، وكاع الا كانوا خاص تشوفهم غير هي صافي، يعني ما كاين لاش نوضح اكثر. ولكن تفاجات، قالت لي الله يودي، يعني انا تصاوري راه ما كيطلعوش برا التليفون ديالي، راه ما يمكنش. قال لي هادشي اللي كاين، هادشي طلعها، عطاها الاوصاف اش كانت لابسه اش كانت دايره، في كانت باركه صافي، ما فهمت والو. قال لها شوفي الناس، انا ما كنحملش هاد النوع هذا تاع البنات، انا باغي البنت تكون محترمه، تقدر راجلها، تقدر الحياه الزوجيه كذا كذا. بقى كيخربق عليها تمايا، وفسخ الخطوبه ديالو معاها. هنايا من وراها اشنو وقع؟ من وراها غتكتشف بانه مشى خطب صاحبتها هذيك، هاد صوفيا هذه اللي توفات دابا، مشى خطبها وما عرضاتش عليها الخطوبه هي، باش تعرف هي غير عن طريق واحد الصديقه مشتركه ديالهم، وراتها في التليفون قالت لها شوفي واش صوفيا ما حضرتيش الخطبه ديالها، بنتي اللي ما جيتيش. قالت لها صوفيا يعني صاحبتها الروح بالروح. قالت لها كيفاش لا تخطبات؟ قالت لها راه البارح دوزنا الخطوبه، وراه واحد الشاب زوين وكذا كذا جا خطبها ويتوريها التصاور. قالت لها انت شوفي، هو يتلقاه هو فيصل، هذا هو فيصل اللي ما مزيانش وعيني كيلعبو وباينة فيا انه كيعرف هادي وهادي وهادي وما يصلحش ليك ويتكرفص ليك كذا، شي طيرتيه. مشات دوات معاها، قالت لها هادي راه ما فايل ما والو على صوفيا، انا خسرتيه ليا وانت مشيتي تزوجتي بيه، راه ما يمكنش، هذا راه ما فايل ما والو. قالت لك كتسنى غير الفرصه المناسبه. هنايا غتستحضر واحد القضيه، استحضرات بان هذوك التصاور ما كاينينش هاد شي واحد من غير هاد صوفيا، هي الوحيده اللي بارطاجاتهم معاها مره هيك، تقول شوف هاد التصويره هادي كذا كذا، المهم هي الوحيده، وهي تعرف الفيلم عرفات بانها راه هي اللي وراتهم ليه، وهي اللي خسرات السمعه ديالها مع هذاك فيصل. صافي هنايا قالت لي صافي، شديت براسي وقلت هاد السيده هادي خاصني نوريها شغلها مزيان. قالت لي ما انا ما كنتش باغي نقتلها، كنت باغي غير نضرب عليها بواحد النتفه، كانت باغي غير الضرب معاها وضربها فقط صافي، تبرد العصاب اللي فيها. مشات ليها مع داك الصباح، دقات عليها خرجات ما بغاش تستقبلها، قالت لي خليني ندخل نهضروا في الزنقه. دخلاتها تمايا، جبدوا الموضوعيه، الموضوع تاع الخيانه ليها وكذا، وهي اللي وراتها التصاور يعني ديالها، والتصاور ما كاينينش شي واحد من غيرك انتي، وانتي اللي خسرتي صورتي قدامه ومشيتي تزوجتي بيه انتي، هادو ما فاعل ما والو. قالت لها الاخرى هو بغاني انا، وسمح لك انتي اش ندير لك انايا، انتي ما بغاكش، ماشي البروفيل ديالو. صافي الله يعاون الله يعاون، جا خطبني وانا غنتزوج بيه. شدات لها في شعرها، بقاو مناتفين ومضاربين. هاد سميره هادي كانت شويه صحيحه على هاديك صوفيا، غتسطح لها راسها مع هذيك الزاويه القائمه ديال السيريا، كانت واحد السيريا ورا الراس ديال صوفيا مباشره، غتسطح لها راسها طف طف طف
صافي واحد اللحظه طاحت، قالت لي ما سميره، قالت البوليس ملي شفتها طاحت قدامي تخلعت، ما عرفت اشنو ندير، حليت الباب وهربت. هادشي اللي كاين، انا ما كنتش ناوي نقتلها، القتل جاء غير صدفه. المهم هادشي اللي كاين، هنا البوليس تاكدوا من الهضره ديالها من خلال التحقيق ديالهم مع داك فيصل، اعترف قال لي فعلا نيت هي ديك صوفيا هي اللي وراتني التصاور وقالت لي هاد البنت هادي راه ما صلحش ليك وماشي ديال الزواج، والتصاور ماشي عندي انا، راه عند فلان وفلان وفلان وفلان. صافي انا حقدت، ما حملتش راسي نكون مزوج بوحده كلشي شايفها وكذا. المهم انا ما بقيتش باغي نزوج بها، وهي تقربات لي هذيك صوفيا، لقيت فيها واحد الانسان اللي هذاك الشيء اللي بغيتو انا لقيته فيها. صافي بانت لي انسان محترم ومشيت خطبتها، هادشي اللي كاين. صافي هنايا البوليس قيدوا لها الاقوال ديالها في المحضر الرسمي وقدموها للمحاكمه. في المحاكمه تحكمات ب 20 عام ديال الحبس. هادشي اللي كاين. هنا كتسالي الحلقه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.